الهتافات اللي بتطلع لك وليدة اللحظة ولا كنت بتبقى لا محضرها؟ كل غالبية وليدة اللحظة يا كابتن، قول لي بقى كده يعني زي الهتافات. حسن لفينا العالم لفينا، زي شحاتة ملايين. كابتن حسن شحاتة، اه احكي وبص، لي عن كابتن حسن شحاتة شوية لا حسن من شحاتة وجهة نظرك لا ده انت كجمهور يعني. عايش سنين تتكلم عليه، لانه قول لنا كده. لعيب كرة لن يتكرر يا كابتن. يعني الراجل بعد ما اعتزل وسافر الامارات ضحى بالعقد في الامارات ورجع يا كابتن على الملعب يا كابتن، غلب مكة عشان نادي الخزر الزمالك. 4-0 اه على ملعب المقاولين يا كابتن. قلت لي كمان الكابتن حسن بعد ما اعتزل رجع تاني لعب هو الماتش بتاع المقاولين ده كابتن، مولين. اه ملعب المقاولين يا كابتن 4-0. قول لي كمان ايه التشجيع اللي كنت بتقوله او ابتكرت وليد اللحظة. اه حسن شحاته يا معلم، خلي الشبكه تتكلم. وبص يا ابني، بص شفتها بيعمل ايه، لا تقول لي ازيبيو بيلعب ولا تقول لي بلاي. ايه تاني ده كله بص بيجي اه كل ده بيجي اه وليد اه اللحظة بص يا ابني، بص والجمهور كله بيردد وراك على طول. اه بص يا ابني، بص على روح ملك النص. دي هدفات كتير يعني، اه ويا ملك النص اديها قدام لطه بصر اوان حاجات قديمة اه يعني.